كابتن بلال هاردلاك يمكن نقطتين زي ما قلنا ثمينتين كنا يعني محتاجينهم او عايزينهم علشان صراع القمه، وكنا وسعنا الفارق، ولكن زي ما قلنا الحمد لله. بس كابتن عادل قال لك ان احيانا التعادل ممكن تستفيد منه، يعني ممكن تكسب ويكون في اخطاء ولكن المكسب بيداري على الاخطاء. تعادل النهارده نستفيد منه ازاي؟ يعني خلينا نقول يا كابتن، يعني وهارلك نادي الاهلي في نقطتين في كره القدم وارد كل شيء. في كره القدم وارد انك تتعادل، في كره القدم وارد انك كمان تتهزم، زي ما في كره القدم وارد انك تكسب. يعني النهارده نقطتين ضاعوا من النادي الاهلي. انا بشوف النادي الاهلي النهارده يعني داي اوف النهارده عند الفريق، يعني فريق النادي الاهلي، وده وارد في كره القدم بشكل كبير. يعني ممكن النهارده اليوم مش يومك، تمام؟ الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك، تمام؟ حتى كمان ساعات انت بتحس ان اليوم مش يومك ازاي. يعني لما تجيلك فرصه زي بتاعه حمدي فتحي وتضيع، بعديها بخمس ست دقائق تجيلك فرصه زي بتاعه الشحات وتضيع، تمام؟ المعترف عليه او المعتاد عليه للنادي الاهلي ان الفرص في الدقائق الحاسمه دي انت بتقدر تسجل. فده معناه ان انت خلاص وصلت ان النهارده مش يوم النادي الاهلي، مش يوم النادي الاهلي في الاداء، مش يوم النادي الاهلي في النتيجه، مش يوم النادي الاهلي في المكسب. انت النهارده يعني داي اوف بلغه الكوره يعني، وده وارد جدا جدا جدا. الكابتن بيتكلم معانا انك انت يعني ممكن تستفيد من التعادل. طبعا ممكن تستفيد من التعادل. يعني انت النهارده تعادلت مع سموحه، وسموحه على فكره فرقه كويسه، مش فرقه يعني فرقه عندها هجوم كويس، عندها دفاع كويس، فرقه منظمه، عندها مدير فني بيعرف يلعب الفرق الكبيره بشكل كويس، بينظم، بيلعب هجمات مرتده سريعه، عنده عناصر يعني في الحته الهجوميه عندهم سرعات كبيره جدا 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 جدا. الفكره كلها انت النهارده كنادي اهلي انت كل اللي افتقدته النهارده التيمبو ميكر زي ما بنقول لك، او صانع الريتم بتاع الاداء بتاع النادي الاهلي، وده اللي اتكلمنا عليه. ممكن على فكره في بعض الاوقات استفادتك من التعادل انك تغير الطريقه بتاعت اللعب بتاعتك، يعني من ممكن يكون مقترح من المقترحات انك ترجع ل 3 4 3، تمام؟ ودي تبقى الاكثر شراسه هجوميه بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. ممكن انا بدي على سبيل المثال المدير الفني فكر، طب انا النهارده عايز يبقى عندي شراسه هجوميه اكبر، طب هل ممكن اغير من التاكتكس؟ لا، ممكن تغير تلعب 4 3 3 4 3، فيبتدي عندك يبقى عندك زي تلعب باثنين وينجرز والاثنين اللي قدامي يبقوا اثنين يضموا كلاعبين حرب. انت بتتكلم على بطوله الدوري، لان الوضع الطبيعي ان انت مثلا انا الوضع الطبيعي على انا الوضع الطبيعي بالنسبه لي ان انت عندك ماتش مع سيراميكا كليوباترا من الاربع اللي جاي. انا مش هتكلم في كاس العالم وانا عندي ماتش بعد بكره. كويس، تمام. انا بتكلم على الماتش اللي جاي. بص يا كابتن، انا اكلمك عن الماتش اللي بعد اللي انا هلعبه، الماتش اللي جاي. كويس، تمام. افكر في كاس العالم، ده موضوع تاني. كاس العالم لسه هناك في شهر تقريبا في شهر 2. مظبوط، تمام. شهر 2 النهارده ممكن يبقى عندي تغييرات في الاداء، لعيبه جت من الاصابه، لعيبه رجعت. انت عندك برضو اصابات كتير. عندك اصابات على المستوى الهجومي، تمام؟ ايوه، يعني ودي يعني لا نغفلها. انت عندك طاهر محمد طاهر، عندك بيرسي تاو لما كان يعني ابتدى ماتش والتاني فاق سجل هدفين اتصاب. طاهر محمد طاهر بدايه الموسم كانت بدايه موفقه بالنسبه له، اتصاب فمش موجود معاك. فانت النهارده برضو بتفتقد عناصر مهمه جدا في الحته الدفاعيه. المقولة ان اي حد يلعب، يعني دي مقولة من وجهة نظري مش صحيحة. لعيب واحد وهو في التوب فورم بتاعه بيفرق مع الفرقة بشكل كبير. يعني انا النهاردة ممكن يبقى انا عندي لعيب كويس اتصاب، تمام؟ اللعيب البديل طبيعي هياخد وقت عشان يرجع وعشان يبقى في اعلى ليفل بالنسبة له. ده وضع طبيعي جدا جدا جدا. فانت بتفتقد عناصر مهمه جدا في اوقات صعبه هم بيبقوا فيها طالعين من البيك بتاعهم. يعني النهارده لما بيرسي يسجل هدف في الماتش الاول، الماتش الثاني يسجل برضه هدف ويكون اداؤه جيد وبعدين يتصاب، انت افتقدت لعيب هو المفترض انه جاي في الطريق. طاهر محمد طاهر لما يبتدي الموسم بشكل كويس، تمام، وبعدين يتصاب، انت برضه افتقدت لعيب بشكل كويس. حسين الشحات كان عنده اصابه ابتدى دلوقتي يرجع بشكل جيد. واعتقد من الحاجات اللي ممكن تبقى مهمه بالنسبه لك انك تعيد كمان ترتيب اللعيبه النهارده عندك في الملعب. انا النهارده حسين الشحات الماتش اللي فات مميز، الماتش ده بيأدي بشكل كويس، فممكن يعني مستر كولر يبص له بنظره ثانيه مختلفه، تمام؟ ممكن يعكس الاداء، هل ممكن يستعين
بكريم فؤاد في الحته الدفاعيه، وابتدي حسين الشحات هو اللي في الحته اللي قدام. حسين برده بيطلع على كورته كويس، لعيب عنده كوره، النهارده كان ممكن يسجل هدف لو تعامل مع الكوره بهدوء، بهدوء شويه كان ممكن يسجل منها هدف. النهارده نزل حرك فرقه النادي الاهلي في الحته الهجوميه كويس، كان تغييره الحقيقه جيده. والماتش اللي فات برده حسين الشحات كانت تغييره جيده بالنسبه للنادي الاهلي. محتاجين برده يعني بعض اللعيبه يبقى عندها حاله من الفوقان، يعني انت يعني ما ينفعش يبقى عندنا اثنين ثلاثه يعني في الفرقه الاداء اقل من متوقع بالنسبه له. يعني انا مثلا النهارده برونو سافيو الاداء اقل، وارد في كره القدم، لكن لما ينزل مجدي افشل اداء لازم بالنسبه لي يكون اعلى بكتير جدا. انت لعبت الماتش اللي فات وخرجت الماتش ده ابتديت احتياطي، على فكره دي ما تقللش من قيمه اللعيب، يعني برضو احنا ندي رسائل للعيبه بتوعنا، مش معنى ان انت كنت بس اساسي. خليني اقف معاك في النقطه دي، ماشي خلينا انا معاك في النقطه دي. احيانا بيبقى زي ما قلت كده في الاول اللعيبه مش موفقه النهارده، فحتى اللي بينزل بيحاول حلو، ولكن هو مرتبط كمان بحاله اللعيبه اللي معاه. طبيعي طبيعي بس انت لما يبقى عندك 3 4 تغييرات يا كابتن طبيعي يتغير الاداء، زي ما حصل على الشوط الثاني. انت في اخر 10 دقائق انت ليك فرصتين يعني شبه ممكن يبقى فيهم اهداف، كره حمدي فتحي اللي بدماغه، وكره حسين الشحات شبه يعني ممكن يتسجلوا منه هدف. في الطبيعي بتاع النادي الاهلي ممكن تسجل هدف تمام. فانت احيانا التغييرات بتغير من الايقاع بتاع الفرقه كلها. يعني النهارده لما نزل واحد يلعب وينج ليفت ووينج رايت، ونزل راس حربه، ونزل بلاي ميكر، ما انا مغير 4 اهداف غير في الحته الهجوميه، عدد كبير يعني مزبوط. مغير خط بالاكمل باكمله، فطبيعي جدا يتغير الاداء زي ما شفنا النهارده شفنا في الاخر حسين بيلعب وبيضغط، وحسام حسن بيحاول يعني الاداء يعني ما خلقناش فرص كتير، لكننا قدرنا ان احنا نسيطر على الاداء بشكل كويس. يعني الاهلي ابتدى يسيطر على الـ على الـ على المباراه في اخر ثلث ساعه وفي اخر ربع ساعه. سموحه كان بيعتمد على الكرات الطوليه فقط لا غير. فالنهارده لا، ممكن بعض التغييرات تاثر وتغير في اداء النادي الاهلي زي ما حصل. لكن النصيحه اللي عايز اديها للعيبه، مش معنى ان انت النهارده يعني كنت اساسي وقعدت النهارده احتياطي ده معناه ان انت لعيب سيء، لا بالعكس. ممكن ظروف الماتش، رؤيه مدير فني، في فكر ممكن يبقى المدير الفني بيفكر فيه، طب مين النهارده انا ممكن احطه بديل ينزل يغير الماتش لو حصل زي ما حصل النهارده في الحته دي. فانا دي النصيحه اللي بديها لبعض اللعيبه، لما تبقى اساسي تقعد احتياطي ده مش معناه ان انت وحش، ده معناه ان انت ممكن يكون النهارده رتم الماتش تمام، محتاج فلان يبتدي من البدايه، وانت ممكن تنزل بعد كده تغير من الاداء. دي النصيحه اللي بنصحها لبعض اللاعبين. الحاجه المهمه انك انت في يعني لما تتعادل اعتقد ده مفترض انه بيثير الحافز عند اللعيبه فيما بعد. يعني انا النهارده اتعادلت وكنت الماتش اللي فات قريب للتعادل، اعتقد دي ممكن تدي دفعه كبيره جدا للعيبه انه لا هنا في يعني هنا يعني في الرت الناحيه دي خلاص لازم تصحصح، لازم تركز. انت النهارده النادي الاهلي هو رقم واحد، النادي الاهلي على قمه الدوري العام، فخد بالك ان الامور مش هتبقى سهله، لان كل الفرق في الماتشات اللي جايه هتلعب بنفس الطريقه، هتقفل وتبتدي تلعب على كرات طويله، وينتظر هجمه مرتده سريعه وكره ثابته عشان يقدر ان هو يسجل منها. فكل الفرق اللي هتلعبها بالسبريت دي. الروح اللي بتلعب بيها سموحه مش روح فرقه عندها 7 نقاط قبل ما تلعب مع النادي الاهلي، استحاله. فرقه بتنافس. ما تيجي تبص على جدول الدوري العام وتبص على سموحه والنقاط اللي حصلتها من حوالي 8 ماتشات قبل النادي الاهلي، هتقول ان دي مستحاله تكون دي الفرقه اللي جايبه 7 نقط بس خلال 8 مباريات قبل كده. مظبوط. وجايبين 3 اهداف وجايبين مسجلين 3 اهداف تمام؟ لا، النهارده الروح متغيره جدا جدا جدا، انت بتلعب مع فرقه هي تقريبا الند بالند بالنسبه لك. خلي بالك ده الوضع الطبيعي اللي كل الفرق بتيجي تقابل. ما ده اللي انا بقوله، خد ما ده اللي انا بقوله، بقول ان كل الفرق اللي هتلعبها هتبقى بنفس الاداء. فانت انت مطالب ان انت تبقى اعلى من كده، مطالب ان انت السبريت بتاعتك تبقى اكبر من كده، مطالب ان انت ادائك الهجومي يكون اشرس واعنف من كده. انت في الاداء الدفاعي ممكن يبقى فيه هجمه مرتده، وده وضع طبيعي خد بالك، يعني مش طبيعي ان انت طول ال 90 دقيقه ما روحش عليك كوره، مش طبيعي. لا مش في كره القدم، وارد جدا 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 انك انت خلال ال 90 دقيقه يروح عليك كوره، تروح عليك كورتين،
هجمه مرتده سريعه، كره ثابته، وارد في كره القدم، لان انت مش هتمتلك زمام الماتش لمده 90 دقيقه. بس اللي احنا عايزين نقوله انك انت كنادي اهلي، تمام، احنا كنا مميزين بشكل كبير جدا انك بتلعب للدقيقه 95 وحتى الدقيقه 98 وبتسجل اهداف. ده معناه ان انت عندك شراسه هجوميه لنهايه الوقت لحد ما الحكم بيصفر، وده اللي اعتدنا عليه، وده هو وده سر نجاح النادي الاهلي. سر نجاح النادي الاهلي وعدم الاستسلام، تمام. النهارده احنا ممكن نعتبر دي اوف بالنسبه للاعيبه النادي، لان النهارده في لعيبه كتيره جدا مش في حالتها، وده وضع طبيعي وبيحصل في كره القدم. لكن فيما بعد اعتقد ان اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا. المدير الفني كمان ايضا بيسال، لان هو المدير الفني هو رقم واحد، هو اللي عليه المسؤوليه، تمام، ان هو مطالب وكل اللعيبه مطالبه زي ما احنا كلنا، يعني احنا كلنا دعم ليهم طبعا لنهايه الموسم باذن الله تعالى، لكن هم مطالبين بعوده درع الدوري النادي الاهلي مره ثانيه، مطالبين ان هم يكسبوا فرقه النادي الاهلي مره ثانيه، لان هو وراهم جمهور كبير جدا جدا جدا، وننتظر منهم افضل من كده بمراحل عديده. فده درس في بدايه الموسم، ودرس في توقيته على فكره، يعني انا مش بقول ان هو وحش، لكن درس في توقيته ليه؟ لان انت الخصم قبل كده المباراه اللي قبليك اتعادل، وكان اداؤه اقل بكتير جدا من الاداء اللي انت اديت بيه النهارده. يعني النهارده لو اتفرجنا على الماتش اللي قبل ماتش الاهلي، الخصم بتاعك كان ممكن يخسر المباراه سهل جدا، كان يخسر الماتش. فالنهارده احنا بنقول درس في توقيته الصح. ليه؟ لانك انت ما زلت على قمه الدوري العالمي. طالما انت ما زلت على قمه الدوري العالمي، ان عندك فرص متاحه بالنسبه لك، عندك فرص ان انت تستمر، وانت ما عندكش خطوره، انت مش في خطر. لكن في قلق، بالنسبه لروحك القتاليه العاليه، في قلق بالنسبه للشراسه الهجوميه المفترض تستمتع بيها. يعني صحيح. انا برضو بدي نصيحه لمحمد شريف، بيقول يعني اهدى، يعني تمام، انا حاسس ان شريف متوتر شويه، تمام، حاسس ان هو يعني قلقان على مكانه، قلقان على الفرصه بتاعته. لا، انا عايز اقول له يا شريف، انت مهاجم جيد، كنت هداف دوري عام السنه اللي قبل اللي فاتت، التوتر او انك انت حاسس ان ممكن تلعب وتخرج او ما تلعبش الماتش اللي بعديه، ده لازم تلغيه من دماغك خالص. أي. لازم تفكر انت لعيب النادي الاهلي وانت لعيب جيد. طالما لعبت في النادي الاهلي اساسي، اذا انت لعيب كبير عندك امكانيات وقدرات كبيره، تمام. طالما عندك امكانيات وقدرات كبيره، يبقى لازم تكون هادي من جواك، تهدى. لو هديت وركزت اعتقد انه سهل جدا. عنده سرعه، اتحرك كويس في ال 18، كان بيتمتع بتسجيل الاهداف في ما قبل، تمام. هو افتقد، حاسس انه افتقد، يعني مش الثقه، حاسس انه افتقد محمد شريف نفسه، تمام. فانا بنصحه بالهدوء، يهدى ويركز. لعيب كويس، عنده امكانيات كبيره، عنده سرعه، بيعرف يسجل اهداف. فانا بنصحه بالهدوء في الماتشات اللي جايه، وكل زمايله في رصاصات الحربه، لان احنا محتاجين فعلا اننا نستغل كل الفرص المتاحه لفرقه النادي، للاعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي جايه ان شاء الله.